شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأتمنى الموفقية والنجاح لكم لتلفزيونكم لقناتكم الموقرة. أنا اسمي سالم تومكاكو، ولادتي في شقلاوة في شمال العراق في كردستان العراق. لكن بالنسبة للوطن، برنامجك عندي وطن بالنسبة لي يعني الكثير. عندي وطن، لكن اليوم الكثير من العراقيين يبحثون عن هذا الوطن أو يتمنون أن يتركون هذا الوطن. إلى أين وصلت بنا الأحداث أو وصلت بنا العملية السياسية لكي يفكر المواطن العراقي ابن البلد الأصيل من أي مكون كان أن يبحث عن ملجأ، لأنه يبدو أو يشعر بأنه لا مكان له في هذا الوطن. فالوطن بالنسبة لنا جميعا هو بيتنا، هو مأوانا، هو هويتنا، هو معيشتنا، هو حياتنا، هو آخرتنا. لكنه مع الأسف وصلت من الأحداث إلى أنه الملايين من أبناء هذا الوطن يبحثون عن ملجأ آمن، يرتزقون في ذلك البلد لكونهم لا يشوفون، لا يرون، أو لا يشعرون لا بأمان ولا بطمأنينة ولا بالحد الأدنى من المعيشة في هذا الوطن. فبالنسبة لي الوطن يعني كل شيء. الوطن يعني 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 كل شيء بالنسبة لي وبالنسبة للمواطنين الآخرين. يهرب من هذا الوطن ويلتجئ إلى مكان آخر، لكنه عندما يذكر اسم العراق أمامه عيونه تدمع ومشاعره تتحسس. نعم. دخلت المدرسة الابتدائية في شقلاوة إلى الرابع الابتدائي. وصلت الخامس تحولنا إلى مصيف صلاح الدين بحكم عمل المرحوم والدي كان في مصيف صلاح الدين. واعتز بتلك الأيام رغم أنه كانت فقط أيام عوز وفقر، إلا أنه كانت أيام محبة وتآخي وعيش مشترك. لا أحد يسأل عن الآخر، عن القومية وعن الدين وعن الطائفة، عن المدينة وعن القرية وعن العشيرة وعن القبيلة. الكل عراقيين، والكل يحاول أن يرتزق على وظيفته أو على معيشته أو على وسيلة عيشه. نحن كنا طلاب، وصلت الخامس الابتدائي بدأت أشتغل بالصيف لكي أدرس بالشتاء أنا وأخوتي. وصلت إلى الخامس الإعدادي، لكنه في مفارقات يمكن هي نكتة لكن هي حقيقة. كنا في مصيف صلاح الدين امتحان البكالوريا صف سادس الابتدائي. أنا لا أعلم كثير عن القرى المحيطة بالناحية، ولا أعلم بأنه المركز الامتحاني الوحيد هو في مركز الناحية، وفي القرى لا توجد مراكز امتحانية للسادس الابتدائي بكالوريا. رحت للامتحان لأنه تفاجأت بأنه الساحة مليانة حمير، ساحة المدرسة مليانة حمير، ولا أدري شو الموضوع. عرفت أنه طلبة القرى يأتون للامتحان لمدة أسبوع، يجب أن يباتوا ويناموا في المدرسة ويطبخوا ويغسلوا ويناموا، هم أطفال ابتدائية، ويجب أن يجلبوا أرزاق لهم ولحميرهم لمدة 7 أيام. يناموا في الصفوف ويمتحنوا في القاعة. وهيبة المدرسة وهيبة الدراسة كانت هيبة، ونجحنا وبمعدلات عالية، لا مدرسين خصوصيين ولا مدارس خاصة ولا دورات تقوية. كملت الرابع الإعدادي أيضا مفارقة ما أنساها. المدرسة تتقدم معنا، ما في مدرسة في صلاح الدين مدرسة متكاملة. كملنا الرابع العام، احنا 12 طالب، 6 اختارينا الأدبي، 6 اختارينا العلمي، هو لا في علمي ولا في أدبي. حاولنا كل جهدنا يفتحوا لنا شعبة، ما فتحوا لنا. أتذكر كان أحد الوزراء من بغداد إجا مع المحافظ، رحنا لوفد طلابي سنة 73، يا أستاذ إحنا ما عندنا مدرسة وإحنا طلبة فقرة، ما بإمكاننا نروح لأربيل أو لشقلاوة ندرس، أرجو نرجو أنه تفتحوا لنا شعبة. فقالوا لنا
يا تصيرون صوت واحد تختارون كلكم علمي نفتح لكم شبه، يا تختارون كلكم أدبي نفتح لكم شبه. وما اختارينا وتهجولنا ورحنا لشقلاوة ورحنا لأربيل ودرسنا وقسم كملنا وقسم تركوا الدراسة. سنة 96 ذكرت أحد السياسيين اللي كان هو وزير في ذلك الوقت، الوزير اللي رحنا لأنه يساعدنا في فتح هذه الشعبة، طلب من عندنا بالاتجاهات السياسية المختلفة الشيوعي والآشوري والإسلامي والقومي أنه نكون صوت واحد. فذكرت بالموقف لسيادة الوزير في هذه القاعة، احنا كنا طلاب اعدادية راجعناك بغرض فتح شعبة علمي او ادبي، ما صرنا صوت واحد للعلمي والادبي، تريد اليوم رغم كل الاتجاهات المختلفة تصير صوت واحد وفي قضية ما تتعلق بالوطن، تتعلق بموقف سياسي لحزب او لذاك. فعند ذاك شعرت مدى إصرار الأحزاب السياسية على مصالحها السياسية وترك مصلحة الوطن أو مصلحة المواطن جانبا. التجأت إلى شقلاوة لأكمل الخامس العلمي، بدأت حركات الشمال سنة 75، ما درسنا نص السنة، انجبرت التجأ إلى بغداد، كملت الإعدادية الشرقية في بغداد سنة 75-76 وبمعدل ملائم، أيضا طالب عائش وحيد عزابي، أكلي وشربي وخدماتي كلها أنا أعملها بس لغرض أدرس. وكملت الإعدادية، تحولت إلى جامعة الموصل، وكملت جامعة الموصل، تخرجت سنة 1978-1979 بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال، أول دورة تخصصية محاسبة. تخرجنا وانجبرنا نلتحق بالعسكرية، بعدها رجعنا وبدت الحياة العملية. الحياة العملية أيضا كانت قاسية. أتذكر أنا أيضا بيتي في شقلاوة، وظيفتي في أربيل، وأنا معاون محاسب متعين جديد، أخذ 88 دينار ونص، لكن أدفع 60 دينار أجر التنقل، وأتحرك 3 مناطق تاكسي وباصين، أروح للدائرة بتاكسي وباصين أرجع للدائرة، أطلع بالستة الصبح وأرجع بالخمسة العصر، لكنه كانت وظيفتي وأحبها. لكن مع كل ذلك كانت الدولة موجودة، أنا مدير حسابات خلال 4 أشهر من مشروع معين أو دائرة معينة تحتاج إلى ميزانية معينة، أكتب وتتم الموافقة وتأتي الموافقات. ذاك الوقت كانت المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي في كردستان، لكنه تكتب إلى مجلس الوزراء في بغداد وتأتي الموافقة خلال أيام، وفي حالة عدم وجود موازنة ما تأتي، والموظف الذي يتجاوز يقصر. وأتذكر موقف أيضا، أنا مدير حسابات أشغال أربيل، مديرية الدفاع المدني زاروا أحد منشآت الأشغال، طلبوا أنه يعيد إملاء مطافئ الحريق اللي تكلف 350 دينار، أنا كمدير حسابات أيدت توفر فقط 200 دينار، ما أقدر ألتزم أكثر من 200 دينار، مدير المعمل التزم وملأ المطافئ، والرقابة المالية حاسبتنا على 150 دينار، لكن أنا أظهرت ورقتي بأنه أنا كتبت في وقتها مستعد لتأمين مبلغ 200 دينار لا أكثر، وحتى الأمانة العامة وحتى المجلس التنفيذي لازم يستطيعوا تعزيز تخصيص المال لهذا الفصل ولهذه المادة. والرقابة المالية طالبتنا بمعاقبتنا، أوعزت بمعاقبتنا، لكنه أنا فلتت منها بسبب أنه عندي هامش لم ألتزم أكثر من 200 دينار، لكنه مدير المعمل تغرم ب 150 دينار، لكن لاحقا هذا المدير أصبح وزير في بغداد. مع الأسف
أسقطت الدولة العراقية بكل معاني الكلمة. نحن حاليا ليس لدينا دولة. الدولة كانت لها هيبة، كانت لها قيمة، كان لها احترام، كانت تحترم من قبل كل الدول العالمية بسبب وضعها السياسي الاستراتيجي الاقتصادي، سواء كان في الوطن العربي أو في العالم. لكنه مع الأسف عندما أسقطت الدولة لم تبقى هذه القيم، لم تبقى هذه المقومات لاحترام هذا الوطن، هذا البلد، لا من الداخل ولا من الخارج. أصبح الجميع يحاول أن ينهش بجثة هذا الوطن، كل لمن كلفه ولمن أكلفه، مصطلح أكيد أحسن، بنهش وجلب جزء من هذا الوطن لكي لا يبقى لهذا الشعب ولهذا الوطن إلا الفتات. مع كل الأسف الناس كانت تتأمل خيرا لكنه استقبلت شرا، ولليوم كل ما تتأسس كابينة، كل ما تتأسس دورة برلمانية جديدة، يكون الوضع نحو الأسوأ. ميزانية العراق في كل سنة يساوي ميزانية بناء دول، ليست دولة واحدة. لكنه من 2003 لليوم ما شفت أنا متر بناء على بعض، شارع أو جسر أنشئ من ذاك الوقت، أو جامعة حكومية، أو دائرة، أو وزارة معينة تبنى من أجل مصلحة المواطن ومصلحة الوطن. الكل أيس من مستقبل هذا الوطن، ولذلك تشوف وتسمع يوميا الكل يفكر في الهجرة ليبحث عن مأمن ومأكل وملبس له خارج وطنه، وهو عينه على وطنه وأذنه على سماع كلمة وطنه العراق. يعني أنا واحد من الناس عشت في نصيف صلاح الدين، وعشت في شقلاوة، وعشت في الموصل، وعشت في بغداد، وعشت في البصرة، وعشت في العمارة، وعشت في الحلة، وعشت في هذه المحافظات كلها. لم أشعر في يوم بأنه أنا من هذا المكون أو ذاك، أنا عراقي فقط. سواء كنت طالب في الجامعة أو طالب في المدرسة أو موظف في الدائرة أو جندي في الوحدة، أبدا لم أشعر بهذا الفرق. وهناك أيضا تجربة، أنا طلعت من الجيش، سرحت من الجيش، أريد أتوظف، راجعت الأمانة العامة للأشغال، قالوا نعم أنت تعينك وارد هنا لكنه ما عندنا درجة، ما عندنا درجة وظيفية لك. خلال أسبوعين فاتحوا الأمانة العامة والمجلس التنفيذي ووزارة التخطيط في بغداد، وتم استحداث درجة معاون محاسب إلي استحقاقي الذي صدر قبل سنوات تعيني المركزي وباشرت بالوظيفة، رغم أنه أخويا كان في أحد الأحزاب المعارضة وابن حماية أيضا كان في أحد الأحزاب المعارضة، لكنه التحقيق الأمني لم يمنعني من أن أنال وظيفتي لكونها استحقاقي كمواطن. أنا متخرج من جامعة عراقية وخادم في خدمة العلم، لكنه استلمت وظيفتي. كنت بالجيش، كانت تتردد يوميا برقيات هذا الموقع أو ذاك، كنت مساح مدفعية، هذا الموقع يجب أن لا يشغله غير البعثي، وأنا لم أكن بعثيا ولا أحدا أعلمني بذلك أنه يجب أن لا أبقى هناك. توظفت من معاون محاسب إلى مدير حسابات، ترفعت، لم يبلغني أحد أنا لست حزبيا. لم أشعر يوم ما بأنه أنا لست من هذا الحزب أو من ذاك، لأنه كانت كفاءتي وشهادتي ودرجة المواطنة اللي عندي كانت تؤهلني لهذا الموقع ذاك. لكن اليوم من نفس المدينة ونفس القرية، إذا لم يكن من هذا الحزب أو ذاك لا يحصل على هذه الوظيفة أو تلك، وإذا حصل عليها يجب أن يكون عبدا في هذا التنظيم أو ذاك. مع كل الأسف، مع كل الأسف أيضا أقول، لم تبقى هناك أحزاب سياسية
تتبنى القيم والأخلاق والمبادئ المبنية على أسس التضحية والوطنية وخدمة الوطن وخدمة المواطن. أصبحت هناك أنا أسميها دكاكين حزبية ومولات اقتصادية لا تراعي ولا تعمل سوى لمصلحة رئيس الحزب من أي كان، وهو لا يعمل إلا لمصلحة من كلفه ليبقى في هذا الموقع مع كل الأسف. يعني أنا ممكن شوية أكون صريح أزيد من اللازم. من كنا في مصيف صلاح الدين، إحنا العائلة المسيحية الوحيدة الموجودة في المحلة. لكن عندما نسافر أسبوع، أربعة أيام، خمسة أيام، مفتاح دارنا وغرفه لدى الجيران. وعندما أحد الجيران يسافر إلى مكان، مفتاحه عندنا، نرجع ونستلم البيت كأنه نحن موجودين، حتى من ناحية النظافة. لا بس لا فقط من ناحية الأمان، من ناحية النظافة. لا يوم شعرنا أبدا بكوننا نحن مسيحيين والآخرين مسلمين. نحن ألسنا أكراد والآخرين أكراد. في بغداد كنا في منطقة جندي المجهول، في منطقة الكرادة، جيراني لم يكن مسيحيا، ولم أسأل يوم ما، ولم يسألني أي يوم ما من أنا أو من هو، من أي طائفة أو من أي دين أو من أي قومية. كنا في الجامعة، كنا في الإعدادية، أبدا. نحن كنا أصدقاء، ولا زلت، لا زالت هذه العلاقات أعتز بها، ولا زلت أحتفظ بها مع جماعة. في جماعة عندي اسمها مجموعة العمر، أصدقاء المتوسطة والإعدادية. في أصدقاء عندي أصدقاء الجامعة، وفي أصدقاء عندي أصدقاء العسكرية، وفي أصدقاء عندي أصدقاء الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك تربطني بعلاقات واسعة جدا مع كل الطوائف، مسيحيين ومسلمين، سواء كان سنة أو شيعة، أكراد أو عرب، إزيديين، تركمان. وأنا أعتبر نفسي عراقي ودافع عن الكل، وكثير مرات كنت أسأل، يفتح موضوع بين الأصدقاء، كان يقول هل أنت محامي هذيك الطائفة، ذيك تلك الطائفة أو هذه؟ نعم أنا محامي، ما زلت أنا عراقي، أنا محامي تلك الطائفة لكونها غير موجودة، أنا محامي تلك القومية لكونها غير موجودة، لأنه نريد أن نهدم هذه الأسوار المبنية بين الطوائف وبين المكونات، لا أسوار بيننا. السور الوحيد اللي كان لنا هو سور الوطن، اللي يجب على كلنا أن نحميه، لا أن نهدم السور نفسه بنفسنا من أجل أن يغزونا غيرنا. مع الأسف هذه الثقافة بقت وترسخت. اليوم الانتماء لدولة أخرى، لكيان آخر، لشعب آخر، أصبح موضع فخر لدى الجميع بعد أن نسي أخيه وشقيقه ووطنه، وأصبح الولاء لخارج الحدود موضع فخر للبعض. مع كل الأسف هذه لا تسمى وطنية، مع كل الأسف. والذي يعرفني لم أميز يوما باللون والفكر والعرق والمنطقة أبدا، أنا من الكل وللكل. والذي لم يكن لا يكون كذا، أنا لا أعتبره جزء من هذا الوطن مع كل الأسف. فيجب أن يكمل واحدنا الآخر لبناء هذا الوطن، أن نتحد مع بعض، أن نسامح بعض، أن نقبل الآخر
بدينه وقومه وطائفته ومكونه واتجاهه السياسي وفكره ونهجه، لكنه هو مواطن مثلي مثله. نحن أبناء هذا الوطن، إذا لم نستطع أن نسامح البعض وننسى الثأر وننسى الانتقام ونتصالح مع بعض، لا يمكننا إعادة بناء هذا الوطن ولا يمكننا العيش فيه. نحن قد يجوز كنا ضد نظام معين، لكن لسنا ضد بلدنا. ضد النظام شيء وضد البلد شيء آخر. أشكرك. أنا أرجع شوية سنة 2006 إلى 2006 كنت نائب السكرتير العام للحركة الديمقراطية الأنشورية وعضو المكتب السياسي. بال 2006 وصل الوضع السياسي وقناعتي الشخصية به إلى أنه أتوقف عن الترشيح للقيادة بعد. توقفت بإرادتي عن الترشيح. اكتفيت كوني عضو بسيط ومستشار في وزارة الصناعة. لما ترشحت للبرلمان كرئيس قائمة الرافدين، قالوا لي لماذا تترشح وأنت توقفت عن الترشيح السياسي، ترشيح الحزبي؟ قلت لهم أنا راتبي سيزيد 1,000,000 دينار ونفقاتي ستزيد 2,000,000، لكن الخبرة التي أمتلكها سواء كانت إدارية وحسابية وقانونية وسياسية لا أضعها في مجمدة لا يستفاد منها أحد، أخذها ليستفاد منها ويستفاد برلمان الأقليم منها، وعندما أطلع من البرلمان أنا أكون وضعت كل خبرتي في هذا المكان ليستفاد منها البرلمان. سنة 2013 توقفت عن ممارسة العمل الحزبي نهائيا، أعلنت استقالتي ولم أقدمها بسبب ما وصل إليه الوضع السياسي في العراق. محطتين 2006 و 2013 كانت بالنسبة لي إنذار. 2006 توقفت عن العمل السياسي، توقفت عن الترشح، و 2013 قررت اعتزال العمل الحزبي، وطلب مني بكذا محفل بكذا حزب، لكن كان قراري هذا. بقيت مستقلا. اليوم أنا أشغل موقع عضو الهيئة العليا لاتحاد البرلمانيين في كردستان، اتحاد برلمانيين كردستانيين، كمتبرع بسيارتي وتلفوني وملابسي ووقتي، متبرع وأدفع اشتراكات، أنا متبرع لخدمة هذه المؤسسة ومن فيها، وأيضا أحافظ على مكانتي في المجتمع. في برلمان الأقليم كنا دائما في صراعات سياسية وصراعات إدارية، كواجبنا في مراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين اللازمة. دائما كان مجموع البرلمان 111 عضو، لكنه كنت واحدا من 5 أو 6 الذي دائما موجودين، فيما إذا حصلت مشكلة في البرلمان نحن 5 أو 6 نطوق هذه المشكلة في مكانها ولا ندعها تتطور. إذا كانت هناك مشكلة دينية، مشكلة قومية، مشكلة طائفية، مشكلة بين بغداد وأربيل، مشاكل اقتصادية، مشاكل النفط، مشاكل الموازنة، دائما كنا في مباحثات ومناقشات من أجل إيجاد حل بأقل ضرائب ممكنة للشعب، لأنه نجد آلية سهلة لحل هذه المشكلة أو تلك، ودون اللجوء أو دون تفاقم الوضع وتفاقم الأزمة في البرلمان. وهذا ما يشهد له فترة وجودنا في البرلمان. وتوقفت عن الترشح بإرادتي، وفسحت المجال أمام الغير لكي يبذل ما في وسعه، لكنه مع الأسف نحن نرى سواء كانت وضعية وآلية برلمان الأقليم ووضعية وآلية البرلمان العراقي التي لا تختلف كثيرا مع الأسف. من ناحية الوطنية لم يبقى شيء هناك في البرلمان يناقش اسمه الوطن والمواطن، لأنه البرلمان العراقي عن قناعتي أحكيها هذه، وبرلمان الأقليم ليس له دور نهائيا، لا رقابي ولا تشريعي ولا أداء لكي أحد يفتخر به، مع كل الأسف.
أنا أتمنى من كل قلبي أن أشوف العراق ثانية عراق متعافى، عراق آمن، عراق فيه تنمية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، سياسية، محترم. الجواز العراقي محترم من كل الدول في العالم كله. أتذكر سنة 95 زرت أمريكا أنا، الجواز العراقي والليبي كان منبوذا، لا تفتش الحقيبة فقط بالجهاز السونار، وإنما تلصق على الحقيبة لصقة خضراء، هذه الحقيبة يجب أن تفتش باليد. مع الأسف أصبح العراق وأصبح الجواز العراقي منبوذا في العالم حتى من قبل مواطنيه. أنا نصيحتي ورسالتي إلى العراقيين التكاتف والعمل مجددا، كل من باستطاعته وأينما كان وبأي اختصاص وأي إمكانية وأي مجال يستطيع أن يعمل به من أجل إعادة الوطن من ونزعه من يد مختطفيه إلى مواطنيه، ونبني يدا بيد جميعنا العراق ثانية، نعيد بناؤه عراقا مزدهرا محترما، المواطن العراقي يعيش بكرامة وبأمان ودون الحاجة إلى مد يده إلى المساعدات من هذه المنظمة أو تلك المنظمات التي لا تساعد عراقيا سواء كان من الجنوب أو من الشمال، من الشرق أو من الغرب، مسلم أو مسيحي، دون أن يكون لهذه المنظمة هدف ومأرب خاص لها ولدولتها ولمنظمة قد يجوز أرسلتها نيابة عنها. هذا ما كل أتمناه وكل أعمل عليه لحد الآن، وهذا ما يجعلني اليوم أستمر في العمل من أجل كسب صديق وشخص ومواطن وزميل من أجل القيام بهذا الواجب للنهوض بالعراق ثانية، عراق معافى، عراق مستقر، عراق مزدهر، عراق آمن. واجبنا نحن أن نؤمن ونهيئ جو لقبول الآخر. الواحد منا يقبل الآخر مهما كانت طائفته وقوميته ودينه وحزبه ومكونه أي كان. واجبنا نحن جميعا كفرد، كمؤسسة، كمنظمة، كمنظمات جماهيرية، كأحزاب وطنية، كمراجع دينية، ككنائس، كجوامع، هذا واجبنا نحن، نهيئ هذا الجو لقبول الآخر. عند ذلك أنا أطلب من هذا الطرف أو ذاك الأكثر قبولا لدى الأطراف المختلفة بجمع شملنا في مؤتمر مصالحة وطنية شاملة حقيقية لكي نشكل قوة اجتماعية سياسية عسكرية قادرة على انتزاع البلد وانتزاع الوطن من خاطفيه.